القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. في اليوم الرابع من العدوان على غزة يتسارع نبض الضفة موحدا في مشهد طال انتظاره، يفرض نفسه على الساحات والميادين تحت راية العلم الفلسطيني، ناعيا الشهداء ومؤازرا للمقاومة. بالفترات السابقة سادت ثقافة الهزيمة في الأراضي المحتلة، والآن هنا يجب أن تسود ثقافة المقاومة. المقاومة ليست مجرد إطلاق نار، هي موقف يجب أن ننزل ونزيل كل الأوهام التي تتعلق في أوسلو وما ساد أوسلو من أن المفاوضات أو غيرها سوف تحقق لنا أي موقف. الآن بات واضحا أن المعركة وزمام المبادرة بيد الشعب الفلسطيني ومقاومته، لذلك علينا أن نرتقي إلى ذلك، وهذا ما يجري. المسيرات المنظمة والعشوائية تخرج من كافة الأطياف والشرائح مشددة على دور الجميع في صد هذا العدوان. المرأة لها دور كبير، أنا بقولها وبرفع صوتي عاليا وبقولها أنت القاسم المشترك لتوحيد فلسطين كلها. فإحنا اليوم بنقول للعالم كله كفاك ظلم واضطهاد للشعب الفلسطيني. المسيرة التي أنهت هتافها في رام الله حملت أصواتها وشبابها إلى ساحة معتقل عوفر، حيث اشتبكت بالحجارة مع قوات الاحتلال التي لم تتوانى كعادتها بالرد بقوتها الحربية على المنتفضين. بينما يستمر العدوان على غزة مستهدفا شبابها وشيوخها وأطفالها، يتوحد الجميع هنا مشعلين نبض الضفة المؤازر لإخوانهم في القطاع. لتلفزيون القدس، كنان عيسى بالقرب من معتقل عوفر. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.